ربع جرام متاخر ليه؟ انا طول الوقت قلقان من ان انا انزله سينما، طول الوقت ان انا قلقان من ان انا اعمله مسلسل او موضوع. بالنسبه لي انا عارف قد ايه شائك، لان لما كتبت حتى سيناريو ربع جرام على مدار ساعتين الفيلم، ساعتين بالظبط 10 دقايق، مفيش غير مشهد مخدرات واحد بس، وبقيه المشاهد انت فاهم ان في مخدرات بس انت مش شايف مخدرات.